السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم غرزة حلوة جميلة جدا وشيك جدا. الغرزة دي كنا سبق عملناها قبل كده في كوفية، بس بعض الاخوات قالوا لي اللون فاتح مش ظاهر، فاحنا عايزينك تعملها لنا في لون تاني، فقلت لهم حاضر، وطبعا طلبوا مني سلسلة تقديم غرز جديدة خاصة للمبتدئين، فان شاء الله النهاردة اولى الحلقات تقديم الغرز اللي هي للمبتدئين. انا كنت سابق وسبق قدمتها من السنة اللي فاتت، كنت قدمت منها غرز كتير بالنسبة للصيف والشتاء. ان شاء الله هنستكمل المسيرة تاني ونكملها تاني. تعالوا نبدأ ونشوف غرزتنا هنعملها ازاي. هشغل الغرزة بتاعتي دي بخيط برنسس ستار. الخيط بيختار عليا ابرة رقم 4، اتمنى تكون واضحة. انا فعلا هشتغل بابرة رقم 4، بس بداية بتاعتي السلاسل هشتغلها بابرة رقم 4.5، واحنا عارفين الكلام ده عشان خاطر نعالج موضوع تقوس الشغل بتاعنا او الزم بتاع الشغل. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. نبدأ شغلنا بقى بالابرة الكبيرة اللي هي 4.5. همسك الخيط بالشكل اللي انت شايفاه ده كده كأني هشتغل، وبعدين اجيب الايه الخيط من هنا كده اقلبه كده، عملت حلقة، هدخل الابرة جوه الحلقة واسحب الخيط كده، انا عملت ايه حلقة البداية. هبدأ اشتغل عدد من السلاسل يقبل القسم على 2، يعني ما ايه يقبل القسم على 2، يعني هشتغل عدد زوجي، يعني هشتغل 1 2، 1 2، 1 2، 1 2، 1 2، 1 2، 1 2، 1 2. هتشتغلي كده عدد قلنا يقبل قسم على 2 او بالطول اللي انت عايزاه للمنتج اللي انت هتعمليه للغرزة دي. عملت 22 غرزة، دول عدد يقبل قسم على 2، هعتبرهم العينة او طول المنتج اللي انت هتعمليه، سواء كوفية بقى او شال او سكارف. بعد كده هشيل الابرة الكبيرة واجيب الابرة اللي انا هشتغل بيها. غرزة السلسلة لها حرفين، ادي حرف وادي حرف، تمام، ادي حرفين. انا مش هشتغل في الحرفين دول، هقلب الشغل كده وهشتغل في الحرف الايه الخلفي اللي هو ده، اللي هو ده، ده هشتغل في الحرف الخلفي. هبدأ ان انا طبعا الغرزة الاولى مش هشتغل فيها، هشتغل في الغرزة التانية. الغرزة التانية اللي هي عندي اللي هي الحرفين بتوعها دول، الواحد اتنين دول، لا الايه الغرز الحرف الخلفي بتاعها ورا اهو، هشتغل فيه غرزة حشوة. كده اول غرزة حشوة، وبعد كده تاني مش هشتغل، قلنا قدام في السلسلة هشتغل من الظهر بتاعها في الباك لوب او الحرف الخلفي، هشتغل غرزة حشوة، كمان غرزة حشوة، وفي كل غرزة هتشتغلي غرزة حشوة. احنا كنا عاملين عدد زوجي يقبل قسم على 2، لما انا هشتغل كده هيديني عدد فردي، يعني كده هيديني ال 22 غرزة هيدوني 21 غرزة. ليه؟ عشان الغرزة ال 22 كانت غرزة ارتفاع، اعتبرناها غرزة ارتفاع. كده احنا بنشتغل مش من امام السلسلة، من الباك لوب الحرف الخلفي بشتغل غرزة حشوة، في كل غرزة غرزة حشوة في الباك لوب. غرزة حشوة اهوت، ادي ايه حرفين السلسلة اللي هما اللي قدام، انا بشتغل في الايه من الظهر في الباك لوب ديت بشتغل غرزة حشوة. وكل ما تشتغلي، يعني انت لو اشتغلتي بابرة اكبر نمرة، مش نص نمرة، انا اشتغلت بابرة اكبر نص نمرة عشان تريحني، لما تشتغلي بإبرة أكبر نمرة هتريحك أكتر. كده هكمل السطر كله غرزة حشو من الباك لوب. كده خلصت السطر الأولاني غرزة حشو، وكده هيديني عدد فردي من غرز الحشو. هرتفع البداية بتاعتي كل مرة هتبقى كده، يعني خلاص السطر ده هو ده ايه اللي مش هنكرره تاني، هنكرره في اخر الشغل لو احنا هنعملها شال او كوفية، اما كل الشغل هيبقى هو السطر اللي جاي دوت بس. هرتفع 1 2 3 4، كده انا ارتفعت 4، كده دي البداية دايما هتكون كده، برتفع 4 سلاسل، بلف الشغل، هلف الخيط على الابرة، هنزل في نفس الغرزة دي الغرزة الاولى، هنزل فيها برضو هي اللي طالع منها الاربعة، هنزل فيها تاني وهسحب الخيط، وبعدين هسحب من غرزة واحدة فقط، وبعدين من 2،
واخلي ايه حلقة على الابرة، هرجع الف في الخيط، هسيب غرزة واروح الغرزة اللي بعدها، سحبنا الخيط، هسحب من غرزة، وبعد كده من اتنين باقي معايا تلاتة على الابرة، هسحبهم مرة مع بعض مرة واحدة. كده احنا عملناهم زي كأنهم كلاستر. هلف الخيط على الابرة وهاجي هنا في المسافة اللي هي قبل العمودين، دول العمودين اللي هم ايه عملناهم مع بعض، هاجي في المسافة اللي قبلهم هدخل بالشكل ده واسحب الخيط، بقى معايا تلات حلقات على الابرة، هسحبهم مع بعض نص عمود. هرجع تاني هلف الخيط على الابرة، دي الغرزة الأخيرة اللي احنا اشتغلنا فيها العمود التاني، مش دول عمودين، احنا اشتغلنا العمود التاني، هدخل فيها تاني هسحب الخيط، هسحب من حلقة واحدة فقط، وبعد كده من اتنين اتبقى حلقة على الإبرة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب غرزة واروح الغرزة اللي بعدها، هسحب الخيط، هسحب حلقة واحدة فقط، بعد كده من اتنين معايا دلوقتي تلاتة على الإبرة، هسحبهم مرة واحدة. بعد ما سحبناهم كلهم العمودين دول احنا ضمناهم مع بعض، هرجع بقى تاني احبس عليهم تاني العمودين دول، شايفة اهم الاتنين دول، هاجي في الفراغ اللي قبلهم وهدخل فيه، وبعدين هطلع معايا تلات حلقات هسحبهم مرة واحدة نص عمود. كمان هلف الخيط على الإبرة، الغرزة اللي انا دخلت فيها العمود الأخير هنزل فيها تاني معايا تلاتة، هسحب واحدة بس وارجع اسحب اتنين واسيب حلقة على الابرة، هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة واروح الغرزة اللي بعدها، تمام، هسحب من غرزة واحدة، وبعدين من اتنين اتبقى حلقة تانية من العمود التاني، يعني معايا حلقة سابقة والعمود ده معايا منه حلقة والعمود ده معايا منه حلقة، هسحبهم التلاتة مع بعض، عشان كده انا قفلتهم مع بعض كأنهم كلاستر. هاجي هلف الخيط والعمودين دول هحبس عليهم بنص عمود. كمان هلف الخيط على الإبرة، هنزل في آخر غرزة أنا عملت فيها العمود التاني بتاع المجموعة اللي فاتت، ما دول بقى كده إيه مجموعات زي ما أنت شايفة، أنا هنا المجموعة دي عملت لها العمود التاني بتاع في الغرزة دي، هنزل فيها كمان، هسحب من غرزة واحدة وأرجع من اتنين، اتبقى معايا غرزة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب غرزة، أنا كنت هنا هسيب غرزة وأروح في الغرزة اللي بعدها، هسحب الخيط، هسحب من حلقة واحدة فقط، وبعدين اتنين، وبعدين أسحبهم التلاتة مع بعض، وبعدين دول مجموعة زي ما قلتلك هنقفل عليهم، هلف الخيط ونقفل عليهم بإيه؟ بنص عمود، هسحب التلاتة كده معايا تلاتة حلقة على الإبرة، هسحبهم مع بعض. كمان هلف الخيط على الإبرة، هنزل في آخر غرزة أنا اشتغلت فيها العمود التاني للمجموعة السابقة، هعمل فيها تاني عمود، هسحب من غرزة واحدة فقط، وبعدين اتنين اتبقى معايا حلقة على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة، هسيب حلقة واروح اللي بعدها، هسحب حلقة واحدة، وبعدين اتنين، وبعدين اسحبهم التلاتة مع بعض، خلاص كده دول مجموعة، أقفل عليهم ألف الخيط وأقفل عليهم في الفراغ اللي قبلهم بنص عمود. كمان مرة نفس الغرزة الأخيرة هعمل عمود، هسحب من حلقة وبعدين اتنين، ألف الخيط على الإبرة، أسيب غرزة وأروح اللي بعدها، هسحب حلقة وبعدين اتنين، وبعدين أقفل عليهم كلهم بالتلاتة دول، وبعدين ألف الخيط، وبعدين هما كده دلوقتي مجموعة، هقفل عليهم من الفراغ اللي قبلهم هعمل نص عمود. كمان الغرزة الأخيرة بتاعت المجموعة اللي فاتت هشتغل فيها عمود، أسحب منه حلقة بعد كده اتنين، وأسيب حلقة على الإبرة، هلف الخيط، هسيب غرزة وأروح اللي بعدها، هعمل غرزة، أسحب من غرزة من اتنين، وبعدين أسحب من التلاتة، كده بقوا مجموعة، المجموعة دي إيه؟ أقفل عليها ألف الخيط واجي كده قبل منهم في الفراغ اللي قبل منهم، هسحب عليه كده منهم واطلع معايا تلات حلقات على الابره، هم اسحبهم كلهم نص عمود. كمان مره ادي هسحب غرزه اتنين، وبعدين هسيب غرزه واروح التانيه، هسحب من غرزه اتنين،
وبعدين التلاتة اسحبهم مع بعض، وبعدين اقفل على المجموعة اللي انا عملتها دي بايه؟ بنص عمود. كمان الغرزة اللي هي الاخيرة بتاعت المجموعة الاخيرة هنزل فيها اسحب من حلقة اتنين، هلف الخيط على الابرة واسيب حلقة، طبعا سبت حلقة هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة واروح اللي بعدها، هعمل اجي ايه كده من غرزة كده اتنين، وبعدين اطلع منهم التلاتة مع بعض، وبعدين الف الخيط واقفل عليهم بغرزة نص عمود. نعمل اخر غرزة، هلف الخيط على الابرة، هنزل في نفس الغرزة هسحب من حلقة واحدة وبعدين من اتنين، والف الخيط على الابرة، اسيب غرزة واروح الغرزة الايه الاخيرة، تمام، اسحب من غرزة وبعدين اتنين، وبعدين ايه اسحبه مرة واحدة، وبعد كده برضو هقفل عليهم بايه؟ بنص عمود. بعد كده هلف الخيط على الابرة وانزل في الغرزة الاخيرة، انزل اعمل عمود. العمود بتاعي عبارة عن ايه؟ بسحب من حلقة اتنين وبعدين اتنين. كده احنا السطر ده هنكرره على طول. تعالي نكرره سطر كمان ونشوف هنكرره ازاي. احنا قلنا بنرتفع كام؟ اربعة، فانا هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة، هلف الخيط على الابرة، وبعدين لفيت الخيط على الابرة ولفيت الشغل، هلف الخيط، قلنا بننزل في الغرزة الاول، اجي الغرزة الاول بطلع من العمود، هسحب الحلقة ديت من حلقة واحدة وبعد كده من اتنين، واسيب حلقة على الابرة، هلف الخيط على الابرة، وبعدين عندي الغرز واضحة ايه، هسيب الغرزة دي واروح في الغرزة اللي بعدها، هدخل فيها هسحب من حلقة واحدة وبعدين من اتنين، معايا تلاتة هسحبهم مع بعض عشان اعملهم مجموعة، بلف الخيط على الابرة وبعدين باجي من قبل الايه المجموعة، مش كده، ادخل اعمل ايه نص عمود، يبقى انا بكرر السطر الايه السابق. هرجع تاني اهو الغرزة اللي انا دخلت فيها اللي هي الاخيرة، هدخل فيها تاني هسحب من غرزة وبعدين اتنين، معايا حلقة على الابرة، هلف الخيط، هسيب غرزة واروح اللي بعدها، هسحب من غرزة وبعدين من اتنين، معايا تلاتة هقفلهم مع بعض، وبعدين الف الخيط على الابرة، وبعدين اجي من قبلهم، دول كده خلاص مجموعة، هاجي من قبلهم هلف الخيط واسحبهم مع بعض نص عمود. يبقى انا بكرر السطر السابق تاني. الغرزة الاخيرة اللي انا كنت فيها اللي انا عملت فيها هعمل فيها عمود كمان، ان انا بسحب من حلقة واحدة وبعدين من اتنين، واسيب عمود على الابرة، هلف الخيط، هسيب غرزة واروح اللي بعدها، هعمل اجي برضو من حلقة وبعدين اتنين، وبعدين التلاتة اسحبهم مع بعض عشان يبقوا مجموعة، وبعدين قلنا المجموعة بنقفل عليهم بنص عمود، بلف الخيط على الابرة وارجع من قبلهم في الفراغ اللي قبلهم، هقفل عليهم بنص عمود. كمان الغرزة الاخيرة هسحب من غرزة وبعدين من اتنين، باقي معايا حلقة على الابرة، الحلقة هي اللي على الابرة، هلف الخيط، هسيب غرزة واروح الغرزة اللي بعدها، برضو ايه اسحب من الخيط من حلقة وبعدين من اتنين، باقي معايا تلاتة اسحبهم مرة واحدة اعملهم مجموعة، هلف الخيط على الابرة وارجع بالفراغ اللي قبلهم عشان اقفل على المجموعة دي، بقفل عليها بايه؟ بنص عمود. جيت بس اقفل معاكي الغرزه الاخيره عشان تبقي بس انت عارفه الغرزه الاخيره، وابقى انا متاكده ان انت عرفتيها. طبعا انت عارفه البدايه خلاص بنرتفع اربع سلاسل، النهايه بتاعتنا بلف الخيط على الابره، باجي الغرزه الاخيره اللي انا كنت شغاله فيها المجموعه الاخيره بدخل فيها كالعاده، بعمل من غرزه وبعدين من اتنين، واسيب حلقه على الابره، وبعدين هسيب غرزه واروح فين بقى؟ في الغرزه اللي هي المفروض بتاعه الارتفاع اللي هي الرابعه، هدخل فيها وبعدين اسحب من غرزه وبعدين من اتنين، باقي معايا كده كام؟ تلاتة هقفل عليهم، وبعدين الف الخيط على الابرة واجي المجموعة ديت، طبعا دول مجموعة هقفل عليهم قلنا بنص الايه العمود، وبعدين باجي تاني في الغرزة الاخيرة اللي انا قفلت فيها اللي هي الغرزة الرابعة، اعمل فيها تاني عمود، والعمود بتاعي عبارة عن غرزة بسحب من غرزة وبعدين اتنين اتنين. دي كده القفلة بتاعتي. يبقى البداية ببدأ باربعة والنهاية بنتهي برضو بعمود في اخر غرزة، زي ما انا بدأت هنا، انا بدأت هنا لما ارتفعت اربعة نزلت في الغرزة الاولى، برضو هنا نزلت في الغرزة الاخيرة، ارجع ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة، وزي ما قلنا بننزل فين؟ في الغرزة الايه الاولى، نعمل اول عمود لينا، وبعدين
نرجع تاني نلف الخيط ونسيب غرزة ونروح في الغرزة اللي بعدها نعمل العمود التاني. طبعا كل عمود سايبين منه حلقة، وبعدين نسحبه مع بعض ونرجع تاني ايه نكرر، نيجي نقفل عليهم بايه بنص عمود. هتكرري بقى السطور بتاعتك بالشكل دوت. انا هعمل كذا سطر كده واجي اوريها لك. الغرزة حلوة جدا، هكرر كذا سطر واجي اوريها لك. عملت تكرار 5 سطور تقريبا زي ما انت شايفة كده. شكل الغرزة حلو جدا. لو انت هتعمليها ايه كوفية او سكارف، احنا بدأنا بايه بحشو، برضو هتنتهي بحشوة. يبقى احنا الغرزة بتاعتنا تكرار سطر واحد بس، الحشو ده بداية والايه ونهاية. هتلاقي ارتفع غرزة وتلف الشغل، وفي كل غرزة تعملي غرزة حشوة، في كل غرزة هتقابلك هتعملي غرزة حشوة عادية، عشان بس يبقى نهاية الشغل زي بداية الشغل. لو انت بتعمليها كوفية او سكارف او شال، ممكن تعمليها شال كبير تعرضيها بقى بالطول اللي انت تعمليها، بالعرض اللي انت عايزاه والطول طبعا اللي انت عايزاه. هتعملي في كل غرزة غرزة حشوة. هخلص السطر كل غرزة حشوة. خلصت السطر بتاع غرزة الحشو، وادي الغرزة شكلها حلو قوي، شكلها بسيط جميلة زي ما انت شايفة كده. الغرزة حلوة لو عملتها كمان بخيوط مليئة، الخيوط التخينة شوية او الاتخن شوية بالنسبة للكوفيات، هتديكي سمكة اكتر، شكلها حلو، الوش بتاعها زي الظهر، سريعة جدا، هتديكي انتاج سريع جدا. يعني بصي انا كمان عملت 3 سطور كمان، ممكن اكون عملت عرض كوفية، يعني الانتاج بتاعك هيكون سريع قوي قوي. يعني انت الكوفية هتعمليها في اقل من ساعتين، هتبقى حلوة جدا، اتمنى انها تعجبك. ما تنسيش تعملي لايك وشير الفيديو. اذا كنت جديدة في القناة انا برحب بيكي وبقولك اهلا وسهلا نورتيني. من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه، والى لقاء اخر في حلقة قادمة ان شاء الله.